وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017. كما استعرض مجلس الوزراء تقرير وزير شؤون المجالس النيابية بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. We'll be right back.